الفرنتال سانس طبعا محتاج جنرال فيزيا كويسه جدا، محتاج دي كونجستنت كويس جدا تحطه في الحته اللي فوق. احنا دايما حتى تلاقينا قبل ولا ما العين ينام بتحب نحط ثلاثه باكس رفيعين كده باي فاز كونستريكت دروبس مثلا اوتريدين حاجه من الحاجات الزالومتازولين، ونحط واحده رفيعه في الانفيرور ميتس، واحده في الميدل ميتس، واحده في السوبير ميتس، بحيث نعمل دي كونجيشن خاص الحته. كل ما بتعمل دي كونجيشن كويس كل ما الدنيا بتفتح قدامك، انت حتى بتشوفه ساعات يبقى الانفيرور بتقد كده، بعد الدي كونجيشن تلاقيه بقى ما فيش. فدي كونجيشن كويس، هايبوتنسيف انيفيزيا كويسه، عدسات ومونيتور كويس، هتبقى انت شغال فيري سيف ومبسوط بالعمليه، ما تبقاش انت شغال بشفاط والايد الثانيه بتهبش كده اي حاجه. ولازم تعرف ازاي توقف، ازاي تكبح نفسك. يعني كتير جدا اتعلمتها من الدكتور حسن الابياري زمان، فجينا جينا شغالين فس في الدمرداش بليدنج 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 بليدنج، يعني عجبني جدا واي نوت، لا دينجرس التخدير مش قادر ينزل الضغط عمال بينط، انا خلينا فيري سيف اقفل صحي العيان يتظبط ضغطه وندخله تاني. انا اتعلمتها منه، ولان فعلا انت في حاجات امتى اقف امتى ابعد عن المشاكل. تمام. طيب الفرنتال سانس سيرجر طبعا انا هتكلم في وجود يعني دكتور محمود، طبعا هو ملك الفرنتال طبعا فما رضاش يقول حاجه. It's important to remove مين في رايكم؟ صح؟ انا عايز اعمل فرنتال سينس سيرجي، يبقى انا اجيب الانسرت هطلع يقابلني مين هنا؟ ايجر نزاي، وراها مين حضرتك؟ فرنتال ريسس. يبقى انا اول خطوه من الخطوات المهمه جدا ان انا لو في ايجر نزاي وضع عين تبقى موجوده، يو شود ريموف ذا ايجر نزاي عشان تفتح الفرنتال سينس تعمل ايه؟ درينج. ايه الهدف منه؟ هعمل ازاي؟ مهم جدا اجيب الاتاتشمنت بتاعت الميدل ترمنت، اجيب الاتاتشمنت بتاعه الانسنت لاترال كمان، واجيب السكال بيز ابقى شايف فيجن كويس جدا في الحته دي. هنا مهم قوي يا عدسه 30 يا 45 هتبقى احسن. مهم قوي البوزيشن برضو بتاع الراس، لما تيجي تحب السنه اشتغل على فوق ترجع بس الراس اكستنشن شويه، لما تعمل اكستنشن شويه وتيجي العدسه يعني دايما افتكر انت الراس بتتحرك وانت عدساتك ايه بتتحرك، ما ينفعش راس تبقى عامله كده وحاجه اشتغل فرونت وتبقى مخنوق. اجيب فرونتال ازاي بالمخ يعني، لكن لو انا بس رجعت الراس لورا سنه وداخل بالاندوسكوب هبقى قادر اجيب الفرونتال سينس كويس ولا لا؟ الايجر زي ما انتم عارفين ده عباره عن اليفيشن من اير سيلز، نيوماتايزيشن من الانتيرو اسموت اير سيلز. نيوماتايزنج مين دايما؟ اللي هو الاستن البروسيس بتاع المجزلة او لكم الدول قدام، وده الباوند بتاع زي ما كلكم عارفينها سهله قوي. الفرنتال ساينس هيبقى فوقه مش كده؟ مين وراه هنا؟ بوستر سوبير الفرنتال ايه؟ ريسس. هنا لو بصينا ادي الفرنتال ساينس مش كده؟ وداخلين كده على الفرنتال ايه؟ ريسس. الفرنتال ريسس هنا هو محبوس ما بين مين؟ الايجر فيزار وبين هنا قدامي ورا ودول اسمه دالس. ساعات الاقي ارسل كده في الفرنت بسميها فرنتال ارسل، ساعات الاقي واحده فوق الايه الايجر نزايدا نيوماتايزيشن فرنتال ارسل. ادي هنا اهوت الاندوسكوبيك فيو، ده الميدل ترمنت، ادي البوله هنا اهوت، ادي الايجر نزاي، وادي مين عندي هنا مكان الفرنتال ريسس. هنا برضو ظريف قوي كادافيرك ديستكشن بيبينه لك، ادي الفرنتال ساينس نازل وده مين اللي هنا عندنا؟ ده الريسس. مين الارسل اللي قدام دي؟ الاجر نزاي. يعني حضرتك لو ما فتحتهاش مش هتعرف تفتح مين؟ الرساس. طيب طبعا الاجر نزاي هتبقى نازله كل الاتاتش بتاعها لو مين زي ما وريتك اول لاميلا بتقابلنا اللي هو الانسنت بروسيس. ارجع ورا شويه ادي البوله، والبوله زي ما انت شايف ساعات يبقى لها سوبرا بولر ايه؟ نيوماتايزيشن، ريترو بولر ايه؟ نيوماتايزيشن. كل ده ديفاينز الايه؟ الفرونت ريسيس منين؟ من ورا. ده الميدل تيرمنت اتاتشمنت بتاعنا، ده الميدل تيرمنت اتاتشمنت بتاعنا، ده السوبير تيرمنت اتاتشمنت ايه بتاعتنا. الفرونت ريسيس باوندز تاني انتيريور هلاقي مين عندي؟ انسرت اند ايجر نزاي. بوستيريور هلاقي مين؟ البولا اسمودالس والسوبرا بولر اير سيلز او تمام. لاترالي هلاقي عندي مين طبعا؟ اللامنا بابريشيا. ميديا اللي هنا اهو تلاقي مين عندي هنا؟ الهياتس نفسه. انفيرور اسمودال انفانديبل. طبعا لو انا بصيت برا سايجتال وبصيت عشان اتخيل برضو ريليشن مهمه قوي وكورونا، وعشان كده دايما لما بتحب تبص للفرونتال كويس قوي تعمل له ايه؟ سايجتال او اوبليك سايجتال سن عشان تقدر تجيب بالظبط الفرونتال ريسيس. ادي الايجر نزاي صح؟ وادي البولا ايه؟
اسمه دالس، وادي كده اللي ما بينهم مين ده؟ الفرونتال ريسيس والدرينج بتاعنا ده، عشان عامل زي بار السيجيتال ريكونستراكشن شويه. لكن لو انا خدته كده كورونال ما اقدرش اجيب الريليشن دي شويه، لانهم قدام ايه؟ بعض، ما اقدرش اجيبهم على نفس القطعه يعني. الريليشن ما بينهم زي ما شايفين ساعات تبقى ريليشن ظريفه، نورمال درينج كويس، الايجرن زي قدام اهي، البوله اسمه دالس، السك ما بينهم حلوه تمام. ساعات تبقى فيري نارو جدا جدا، يعني ساعات تبقى واحده من دول تبقى نيوماتايز زياده عن اللزوم، يعني ساعات تلاقي الايجرن هي القافله اكتر، وساعات تلاقي البوله اسمه دالس هي القافله الريسيس اكتر. كل ده تقدر تعرفه منين برضو؟ السيت سكان. دايما السيت سكان ده بيزك، لا تقدر تانلايز كويس جدا، فاقدر اقول انا خطواتي جوه العمليه محتاج 1 2 3. كلنا عارفين الدرينج، بس براجعه لكم. قلنا ان الانسيت بروسيس بتاعتنا ساعات تبقى اتاتشد لمين؟ لللاترال وول اللي هي اللامنا بابريشن. لو هي اتاتش لللامنا بابريشن هيبقى الدرينج بتاع الفرونتال ريسيس فاتح فين دلوقتي؟ ده بنسميه فرونتال ريسيس درينج، فاتح لوحده خالص. طيب ساعات ده طبعا في معظم العيانين، ساعات الاقيها اتاتشد كالاتي، يا اما اتاتشد للفوفيا يا اما اتاتشد للميدل تيرم شخصيه. لو انا اتاتشد للفوفيا او الميدل تيرم ده بسميه اسمودال انفانديبلر اي درينج، هبتدي بصرف مع بقيه البارانيزال ساينس تمام. يبقى هي بس لو ماسكه في معظم العيانين كده هو في اللامنا، فانا بعمل درينج لوحدي تماما، وده اللي بسميه الفرونتال ريسيس ايه درينج العادي. لكن لو انا ماسك طبعا نادرا شويه في السقف الاسمويد او في الميدل تيرنت، انا بقيت مشترك مع الاسمويد والماكسيلري في نفس الانفانديبلر درينج ايه بتاعنا. طيب في السيمبل درينج الاولاني خالص، وده اللي انت هتعملوه في البيزك كورس، من دعوه بالتانيين اللي بعد كده دول هنسيبهم خالص. لكن فيري سيمبل، انا عايز اعمل الفرونتال ريسيس درينج، يبقى غالبا محتاج اعمل اسمودكتومي ولا لا، ومحتاج اعمل انسنكتومي ولا لا، واطلع من الانسد لغايه السقف بتاعه مش كده، اللي هو اتاتشمنت، واروح فاتح مين عندنا؟ الايجر نزاي. يبقى انا فتحت مين؟ الفرونتال ريسيس كويس جدا. ده مور ذان انف، ده معظم العيانين. انت مش عايز اكتر، انك تفك الزنقه اللي هنا. هو ليه عنده ساينوسايتس؟ عشان فيه اوبستراكشن، في ريتنشن اوف سيكريشن، فانا مجرد ان هفك الخناقه اللي في الحته دي كل الساينس ده يبقى دريند والتونيا تبقى ايه؟ ظريفه. يبقى انا بعمل هنا اسمودكتومي الانفير بارت بتاع الانفانديبلر. طيب امتى بعمل السيمبل درينج العادي ده؟ في معظم حالاتنا والحالات اللي انت بتشوفها كتير جدا جدا، لو معنى صح ماينور باثولوجي، باثولوجي بسيط في الفرونتال سكندري للحاجات اللي ايه اللي تحته دي كلها، والعين ما عندوش بروجنوستيك ريسك فاكتورز، يعني عندنا مثلا ما عندوش ازمه، ما عندوش اسبرين انتوليرانس، الناس اللي هي عندها بوليباي عنيفه زياده عن اللزوم وريكارنت، عنده حاجه فانجس فظيعه جدا وابتدى يطلع فانجس جوه الفرونتال. فانت ساعات في الحالات الاكستنسيف دايما باثولوجي انت عايز تعمل ايه؟ درينج اكبر، درينج اوسع، فتدخل بقى على تايب 2 تايب 3. لكن انت في العادي في معظم الحالات اللي بتشتغلها العاديه الفيري سمبل، اللي مش ريكارنت، اللي مش اكستنسيف، اللي مش فانجس تمام كده، مجرد بس هيبقى تايب 1 السمبل اللي احنا ايه بنعمله. دول بس ليك عشان تبقى عارفهم، يعني دول في الادفانس كورس بس اللي بقى انت فاهم عشان تعرف ايه تايب 2 وتايب 3. تايب 2 فيري سمبل بسميه اكستندد رينج. هعمل اكستنشن زي انا بعد ما وسعت الريسيس، بعد ما وسعت الريسيس هعمل ايه؟ قال لك يا اما اشيل كمان اوسع ما بين الميدل تيربنت وبين اللامنا، فبسميه ده تايب 2 اي درينج. او اوسع ما بين لغايه السبتم كمان فسميه تايب 2 بي. يعني بص كده معايا اوريهم لك كده بس عشان تبقى انت عارفهم كاسامي، ده تايب 2 اي تمام، وادي تايب 2 بي. هنشوفه برضو هنا على الدايجرام ده ظريف قوي. هنا انا في السيمبل عاديه الفتحه دي بقت كلين، الريسيس ده وسع عندي، شلت الايجر نزاي، شلت الانتيريور اسمود ارسلز، الريسيس مفتوح ظريف مور ذان انف. طب عايز اوسع شويه، ده الميدل تيربن صح، وده اللي انا ببرشها، هبتدي بالحفار بالراحه كده بالبر اشيل كده اهوت حته كده من الفلور بتاع الفرونتال ساينس، معنى صح من العظم بتاعه، اوسع الحته دي اسمها تايب. ده بيزل فيو ايه؟ بيزل فيو تحت. انت لو بص من انت بص من تحت الاندسكوب، ده مين هنا؟ السبتا. ده مين نازل هنا؟ الميدل تيربنت. ده هنا اهوت ادي دي اللي انا ببرش الاورب بتاعتنا هنا اهوت، هتكمل على ورا يعني. وهنا ده مكان الفرونتال ريسيس، ومكان هنا ايه الاسمود نفسه. انا في التعادي خلاص الفتحه دي مور ذان انف والريسيس بقى كلين قدام ورا. طب في اكستنسيف باثولوجي، ابتدي بالحفار زي بالتفاري، اكل 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 اكل، اوسع الفتحه دي، الفتحه دي توسع كده اهوت،
انا في العمليه ساعات توصل عبطه مثلا 1 سم الافريج 5 نص سم ولا حاجه. المهم ساعات ما بين الميدل تيرمينت وبين اللاترال ايه والباسيمال تايب 2 ايه ساعات اكستنسيف باثولوجي شويه فاضطر اوسع لغايه السيبتوم فسميها ايه 2 بي. تمام ده بس عشان تبقى عارف الترمينولوجي لكن انا مش عايز تدخل ديتيلز اللي هي مش هتبقى لعبتك يعني. يبقى ده التايب 2 اللي هو بنسميه اكستندد ايه درينج. تايب 3 بقى اكستنسيف باثولوجي ريكيرنت فانجس عنيفه قصه جامده جدا جدا فهعمل ايه؟ قال لك هدخل. انتوا عارفين تايب 2 عملت ايه في تايب 2؟ وسعت الفتحه جدا لغايه السبتم شيل حته من السبتم يبقى يمين وشمال فاتحين على بعض ولا لا؟ وادخل على الفرونتال ساينس شيل الانتر سفينودال ساينس سبتم كمان يعني كان الاثنين فرونتال ساينس بقى مفتوحين وان كافيتي ولا ده اللي بسميه تايب 3 يبقى فيري سمبل ان انا ريسكشن اكستنت ريسكتنج بورشن سوبير بارت بتاع الايه السبتم بتاعنا وكمان ريسكشن لبارت من الانتر فرونتال ساينس سيبتم فبالتالي بقوا الاثنين كلهم وان كافيتي على بعض الفرونتال بس زي ما بقول لك ده في الاكستنسيف ليجنز. مش كده برضو القرار من قبلها ساعات الفرونتال بالذات نقعد وديسكاس وناخد في مرور ولو حاله عندي اخد راي الدكتور محمود احسن مني فيها مليون مره في الفرونتال بامانه وانا لا بجد وناخد وندي وايه احسن حاجه وهل السيمبل كفايه ولا هناخد نوسع اكتر يبقى يشد انك تاخد قرار كويس جدا عشان ما يحصلش ايه ريكرنس ورا. فده اول فيري سيمبل ده تشوف تايب 3 بي عامل ازاي درينج عنيف جدا كبير جدا واسع جدا زي ولا انا مش عايزك انا بس مجرد تبقى عارف يعني ايه تايب 2 ايه وتايب 2 بي وتايب 3 لكن الديتيلز دي مش انت خالص او مش دلوقتي خلينا ده منظر. بص انت بعد ما بتعمل تايب 3 شوف الاثنين فرونتال مفتوحين والدنيا مفتوحه ظريفه والسبتم متشال حته منه منين من فوق تمام. ده اللي احنا بنعمله دايما اللي هو التايب 1 العادي خالص اللي هو عملت اكسبوجر وعملت اسموتكتوم وشلت الايجر نزاي ووسعت الفرونتال ايه درينج وبقت الدنيا قدامي كويسه ودخلت بالشفاط شفطت كويس ودخلت بالعدسه 30 او 45 احسن كمان شايف الدنيا قدامي هيلثي وجميله وكل حاجه خلاص الدنيا مور ذان انف بالنسبه لنا في تايب 1. انا هوريك هنا ده مين ده الميدل تيرمينت مش كده وده مين ده الانسل بروسيس ومين اللي جوه طبعا البول دي البول اسمه دالس اهو وده مين ده؟ الانسد بروسيس. ادي انسنكتو. طبعا انسد بيبقى حتى لما تيجي تعمل انسنكتو سيب بس كده الحته اللي فوق تفضل زي ما هي كده لاند مارك تشاور لك على مكان مين؟ الفرونتال ريسيس. ادي انسنكتو. ادي الماكزيلاري ابتدى ايه؟ بيتفتح عندنا اهو. ده السوبير اتاش بتاعت الانسنت. ده مايكرو دي براحتك عايز تشتغل مره كده مره كده الموضوع حسب برضو الانسترومنتس الافيلابل عندك. هيتفتح لي ده مين دلوقتي اهو شايفين؟ كل قدام دلوقتي احنا شغالين كده عمال بصوا فيها زي بولب ولا لا؟ صح؟ وهتبتدي البولب بالراحه كده نشيلها. البولب كل ده عندي فرونتال ريسيس هنا قدام. دي خلاص تايب 2 مش عايز اكتب. شتنبرجر كده سنه 2000 نشر حاجه بيقول لك الايك ثيوري هو بيتخيل ان ساعات يبقى الفرونتال ريسيس كده زي قاعده للايج نفسها انت عارف البيضه بتحط جوه تجويف كده فتخيل الفرونتال ريسيس هو ده وتخيل الايج اللي جواه دي اللي هي عباره عن الفرونتال اير سيل او ساعات تبقى الايجر نزاي ايه نفسها قدامها فبيقول لك ساعات الاقي ايجر نزاي فيقول لك ايه لما تلاقي كده هو ده مكان الفرونتال خد ببروب كيرفت كده وتعالى من ورا مين؟ الايجر زي الاولانيه بالراحه 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 تتشال معاك بعد ما جيت تشال. ساعات تلاقي وراها فرونتال اير سيل ادخل برده ورا الايج الثانيه دهيت وبالراحه بالراحه تعمل كولابس كده للوز لغايه لما ايه تشيلها فده بيوريك هنا ادي ده مين انهي اير سيل دهيت وادي الفرونتال ساينس وادي مين هنا؟ الفرونتال ريسيس بتاعنا وادي اهو داخل شوف داخل ببروب كده اهو كيرفت من ورا الايجر نزاي بعدين كسرت الحيطان بتاعت الايجر نزايل اللي هي الايج دي نفسها وابتدي اشيل بالجفت كده اهوت شويه الايه البوني بارتكلز فيبتدي يوسع عندي الفرونت الايه ريسيس ادي الفرونت ريسيس بتاعنا ابتدى ايه بيوسع الفرونت ريسيس ايه عندنا انا اشوف الدنيا دايما تبقى عامل ازاي ممكن توسع اكتر بمارتد برايدر ممكن بجفت بالراحه كيرفت كده اهوت 45 90 تاخد الايه الدبس الموجود
معروف فرنسا في نيومتايزيشن. الكي دايما بتاعه مدخله منين؟ فرونتال اسيس وليس نيزو فرونتال تاكت خالص، يعني دايما الفرونتال اسيس هو الكي بوينت ايه بتاعتنا. طيب في اربع انواع بيرسمبل من الفرونتال اير سيلز بس يعني تبقى انت عارفهم. طبعا ليها مليون تقسيمه مليون كلاسيفيكيشن، لكن دي من اظرف الكلاسيفيكيشن البسيطه قوي. في تايب 1 ده مين الخليه دي الاول؟ ايجرنيزاي. لما الاقي سنجل اير سيل كده موجوده هنا ده اسمها ايه؟ تايب 1 فرونتال. دي اللي قلت لك من شويه، انت على فكره انت عشان شايفها من قدام، لكن هما هتبقى الايجر كده وراها تايب 1 فرونتال، صح؟ ما ورا بعض كده. طيب وهتروح داخل انت بالجروب مثلا فتحت الايجر، بعد شويه تفتح مين؟ التايب 1 اير سيل. التايب 2 فيري سيمي، بيقول لك مالتيبل اير سيلز في مدخل الفرونتال سايلز، مالتيبل اير سيلز في مدخل مين؟ الفرونتال سايلز. التايب 3 بيقول لك تبقى سنجل ماسيف اير سيلز كده، شايف؟ سنجل ماسيف خليه كده اهوت كبيره، سنجل ماسيف اير سيل كده اهوت في الفرونتال سايلز اسمها ايه؟ تايب 3. تايب 4 فرونتال سيل تبقى سنجل ايزوليتد جوه مين؟ الفرونتال ساينس. كلها باترن اوف ديماتايزيشن، ما يعني 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 لو انت ما سميتهاش تايب 1 ولا 2 ولا 3 تفرق معاك يعني؟ لو انت وصفتها يحصل حاجه، لو انت يعني مش قادر تحفظ الكلاس بس وصفت لنا ان يعني والله مالتيبل اير سيل، ده خلي بالك وانت بتفتح الايجر هتلاقي وراها ايه؟ واحده. لا ده هتلاقي وراها اثنين. لا ده خلي بالك الفرونتال ده بقى سيجريجيت من جوه، الدرينج بتاعه فيه اير سيل كبيره جوه وعامله يعني مش هتفرق نسميها، لكن ده الكلاسيفيكيشن. ده الايجر نزاي، ساعات الاقي ارسل واحده ده تايب 1، ساعات الاقي مالتيبل ده اسمه ايه تايب 2، الاقي ساعات سنجل اير سيل كبيره كده بتاع تايب 3، ساعات الاقي ايزوليتد كده اير سيل جوه الفرندل اللي هو مين تايب 4. ده برضه عشان تبقى عارف الريليشن، انا بقول لك دايما تتخيل 3 دي اناتومي الموضوع يعني بيفرق معاك شويه. عايز ده الفرونتال ريسيس صح، وادخل على مين هنا؟ فرونتال سايد. ده الفرونتال ريسيس، الفرونتال ريسيس ما بين الايجر نزاي، ما بين الايجر نزاي ومين هنا؟ ادي الانسل بروسيس كمان بتاعنا اللي هو رايح لغايه الايجر نزاي، ومين هو هيبقى قابلنا ورا بعد شويه؟ البول. طبعا ادي ميماتايزيشن، ساعات ابقى تايب 1 ساعات ابقى تايب 2 في مالتيبل ايه؟ اير سيل، ساعات ابقى واحده كبيره جوه، ساعات ابقى سيجريجيتد جوه، لكن فيري سيمبل دول شويه اير سيلز بيقابلوني قدام بعض او ورا بعض، تمام؟ مثال تاني، ساعات الاقي اير سيل كده قدام الايجر، تمام؟ او بمعنى صح تبقى على ليفل تحتها شويه اللي هي صبرا ايه؟ اوربتال اير سيلز. الانتيريت مودال ارتري طبعا مفيش منه قلق، لكن وانت بتعمل الاسمودكتوم بتاعتك بتكملها وتفتح الفرونتال بقى تشيل ايجر نزاي، ساعات تشوفه ماشي جوه بوني كانال، ساعات تشوفه ماشي اكسبوزد خالص، ساعات تعرفش تشوف تلاقي لازق في السكال بيز، تقدر تتوقع كل الكلام ده منين في الاول؟ من السيت سكان. ده منظر مين هنا؟ ادي ده هيبقى بشيلك جوه ظريف وهتشوفه، تمام؟ ادي بص الاثنين اهو شكله هنا مفيش حواليه عظم يعني، بس برضه هتشوفه ايه جوه فين؟ طبعا ده اني تايب كيروس تايب كام ده؟ 3 تقريبا. بص هنا الفلور هنا، بص الفوبيا ايه؟ اسمه دالس، وده ده نزل تحتها بكتير جدا. اقدر بس اعمل كونكلوجن بسيط، النولج اوف ذا انازمي از اسينشال، ما حدش يشتغل فيس او اندوسكوبك ساينس سيرجن من غير ما يبقى عارف الايه؟ ما ينفعش اسوق عربيه من غير ما تبقى عارف امكانياتها. ما ينفعش اسوق طياره عشان انا عندي فلوس اشتريت طياره، تمام؟ فما ينفعش يبقى انا ده جايبين لي اندوسكوب حلو وكاميرا حلوه والات حلوه وبتاع ده وادخل اعمل ايه؟ تاتستروس. فاناتومي مهم قوي، لازم ابقى عارف ترمينولوجي، ما لاقش في الاخر ابقى متخيل الكل، هتلاقي فيه خلايا كتير حتى ما جبناش سيرتها، بس تلاقي كل واحد في مؤتمر كده راح ضارب لك اسم الخليه ونشر عليها بيبر وعمل عليها كورسات، وهي في الاخر ايه؟ واحده من الخلايا اللي ملهاش اي معنى في الحياه. خد كورس كتير جدا طبعا يعني، تمام؟ انا حفاظا على الوقت لي كده مور ذان انف، مش مهم الفيديوهات دي حد له اي سؤال. وفي برضه دكتور عمر، اي حد هيشتغل فرونتال ساينس ولا فرونتال ريسيس يبقى معاه الالات بتاعت دي، ما عندوش الالات ما يعملش سكراتش ميثود ويعمل لنا ايه؟ ستينوزس. ما معكش الالات ما تشتغلش، ما تبعتش الالات الفرونتال بتاعت فرونتال مخصوص ليها الات مخصوصه مش العاديه ما تشتغلش. لو في جوه الفرونتال كله لازم تشيل ولا الدرينج تايب 1 او تايب 2؟ انت ايه رايك؟ لازم تنيمت العين دي، ولو بولب هتقعد تلعب لك تقفل لك الدرينج، مفيش فيها نقاش، ده لازم الفرونتال سايد جوه ايه؟ فري تماما. عنده اي سؤال ثاني؟ اتمنى بس ان وصلت معلومه بسيطه كده من غير